السلام عليكم طلابنا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية. وأنا الأستاذ مفلح أبو جابر. سيكون درسنا اليوم عن البناء والإعراب، ولكن قبل ذلك تعالوا نفهم معا ما معنى كلمة قواعد اللغة العربية. شو يعني قواعد اللغة العربية؟ إذا قواعد هي جمع قاعدة، والقاعدة هي القانون أو أسلوب معين أو نمط معين تماما، مثل قوانين السير أو قواعد السير. فإذا قواعد، فقواعد اللغة العربية هي مجموعة القوانين التي تحكم اللغة العربية الصحيحة والسليمة من الأخطاء. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الإنسان عندما يتكلم أو يجب أن يتكلم بلغة عربية صحيحة وسليمة من الأخطاء، عليه أن يتبع قواعد معينة، قوانين معينة، تماما مثل السائق الذي يسوق السيارة، عليه أن يلتزم بالقوانين من أجل أن تكون سياقته صحيحة. هذا معنى قواعد اللغة العربية. تقسم قواعد اللغة العربية إلى قسمين رئيسين. القسم الأول يسمى الصرف. ما معنى الصرف؟ شو يعني الصرف؟ الصرف هو العلم الذي يبحث في الكلمة حين تكون مفردة، أي خارج الجملة، والتغييرات التي تطرأ عليها، يعني على الكلمة، من حيث تكوينها وتحويلها إلى صيغ مختلفة، مثل كتب، كاتب، كتاب، مكتبة. إذن الصرف علم يتناول أو يعالج الكلمة المفردة خارج النص، خارج الجملة، ويتتبع كل التغييرات التي تحصل على الكلمة من حيث الصيغة، كما رأينا كتب، كاتب أو كتاب. القسم الثاني يسمى النحو في قواعد اللغة العربية، والنحو هو عكس الصرف، هو العلم الذي يعالج الكلمة داخل الجملة، حيث يبحث النحو الوظيفة النحوية لكل كلمة وعلاقة هذه الكلمة بالكلمات الأخرى داخل الجملة. فلو قلنا مثلا جاء الطالب، الوظيفة النحوية لكلمة الطالب هي فاعل، يعني دوره في الجملة، وظيفته في الجملة أنه فاعل، هذا هو النحو. مجالات علم النحو، سنتحدث عن علم النحو في هذا الدرس. علم النحو يشمل 4 مجالات رئيسة، وهي: المجال الأول البناء والإعراب، هو الذي سيكون درسنا الآن. المجال الثاني الذي يبحثه علم النحو هو الحالات الإعرابية. المجال الثالث علامات الإعراب. والمجال الرابع الذي يبحثه أو يتناوله علم النحو هو التحليل النحوي. الدرس الأول البناء والإعراب، تعالوا نتعلم عن البناء والإعراب. البناء والإعراب، بداية يجب أن نعلم أن كل كلمة في اللغة العربية يجب أن تكون إما مبنية أو معربة. يعني عندما ننظر إلى أي كلمة في أي جملة في أي نص، هذه الكلمة من الناحية النحوية يجب أن تكون إما مبنية أو معربة. فما هو البناء وما هو الإعراب؟ البناء في الأصل هو ثبات في أحوال أواخر الكلمات، حتى وإن تغيرت الحالات أو حالاتها الإعرابية لهذه الكلمات، مثل كلمة بناء. بناء بمعنى إشي ثابت، فالبناء هو الثبات في أحوال أواخر الكلمات من حيث الحركات التي تظهر عليها، حتى وإن تغيرت حالة الكلمة من حيث الإعراب. فلو قلنا مثلاً نجحت هذه الطالبة، ونظرنا إلى كلمة هذه، وظيفتها النحوية هي فاعل. الجملة الثانية: شكر المدير هذه الطالبة. في الجملة الثانية كلمة هذه تصبح مفعول به. في الجملة الثالثة: سلم الحضور على هذه الطالبة. في الجملة الثالثة هي اسم مجرور. فلو نظرنا إلى كلمة هذه في الجمل الثلاثة، نرى أنها الكسرة موجودة على آخر الكلمة في الثلاث حالات، مع أن حالتها الإعرابية تغيرت ووظيفتها النحوية تغيرت. ففي الجملة الأولى هي فاعل، والفاعل يجب أن يكون مرفوع، وفي الجملة الثانية هي مفعول به وهو منصوب، وفي الجملة الثالثة اسم مجرور، ولكن الكسرة بقيت لأن كلمة هذه كلمة مبنية لا تتغير الحركة على آخرها بتغير وظيفتها النحوية أو حالتها الإعرابية. إذا نلاحظ في الجمل الثلاثة أن كلمة هذه حافظت على حركتها الأخيرة اللي هي الكسرة،
على الرغم من اختلاف وظيفتها الإعرابية من جملة إلى أخرى. هذا هو البناء. طيب، أقسام الكلمات المبنية. ما هي الكلمات المبنية في اللغة العربية؟ في اللغة العربية بما أنها لغة منظمة جدا، لا يمكن أن يكون أي نوع من الفوضى أو العبثية. الكلمات المبنية في اللغة العربية هي كلمات معروفة مسبقا. فلو أخذنا القسم الأول، هو كل حروف المعاني في اللغة العربية مبنية. كل حروف المعاني، حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف الاستفهام، وكل الحروف الأخرى. بمعنى إذا قلنا حرف جر مبني، حرف نصب مبني، حرف استفهام مبني، كل الحروف مبنية. رقم 2، من الأفعال. ما هي الأفعال المبنية في اللغة العربية؟ أولا، الفعل الماضي، لعب، ذهبت، درسنا، نجحوا. هذه الأفعال، الفعل الماضي، كل هذه الأفعال أفعال مبنية، فنقول فعل ماضي مبني. في كل الأحوال ما دام الفعل فعل ماضي فهو مبني مباشرة. من الأفعال أيضا فعل الأمر. إذا قلنا اذهب أو اكتبا أو اذهبا أو اسعى، ما دام الفعل في صيغة الأمر فهو فعل مبني، نقول في إعرابه فعل أمر مبني. القسم الثالث من الأفعال الفعل المضارع. ولكن أي مضارع؟ هناك نوعان من الفعل المضارع الذي يكون مبني. الفعل المضارع الذي يتصل بنون التوكيد، مثل لأذهبن، نون التوكيد الثقيلة، أو لأذهبن، نون التوكيد الخفية. في الحالتين نقول فعل مضارع مبني. والنوع الثاني هو فعل المضارع الذي يتصل بنون النسوة. فعندما أقول يذهبنا، نقول فعل مضارع مبني ولا نقول عنه مرفوع أو منصوب، سنتطرق لذلك فيما بعد. النوع الثالث هي كافة الضمائر. كل الضمائر في اللغة العربية سواء كانت منفصلة أو متصلة هي مبنية، مثل أنا مثلا، أنا ضمير منفصل مبني على السكون، أنتم ضمير منفصل مبني على السكون، هم كذلك. حتى الضمائر المتصلة مثل التاء المتحركة، نقول ضمير متصل مبني. النوع الرابع والقسم الرابع أسماء الإشارة. هذا، هذه، هؤلاء، ما عدا المثنى اللي هي هذان وهاتان. كل أسماء الإشارة مبنية. هذا مثلا اسم إشارة مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، وكذلك كل أسماء الإشارة ما عدا المثنى هذان وهاتان، حيث نتعامل معهما مثل أي معاملة مع المثنى. 5، الأسماء الموصولة. الذي، التي، الذين، من، ما، كل الأسماء الموصولة أسماء مبنية في اللغة العربية، ما عدا أيضا المثنى اللذان واللتان، فإنهما يعاملان كمعاملة المثنى العادي. فنقول الذي مثلا اسم موصول مبني، التي اسم موصول مبني، الذين كذلك، من مبني على السكون، ما نفس الإشي. القسم السادس أسماء الاستفهام، مثل كيف، التي نسأل بها عن الأشياء، كيف، أين، متى. كل هذه أسماء الاستفهام هي مبنية، لأنه لم نسمع أي مرة في اللغة العربية كيف أصبحت كيف أو كيف، تبقى ثابتة على الفتح دائما، ما عدا أي الاستفهامية. رقم 7، أسماء الشرط. مهما، من، هاي الأسماء كلها مبنية أيضا. إذن كل الأقسام التي ذكرناها، 7 أقسام في اللغة العربية، هي مبنية دائما، وهناك بعض الأسماء الأخرى ندرسها في مواضعها فيما بعد. طيب، تعالوا ننظر الآن ما هي علامات البناء. تعرفنا قبل ذلك عن أقسام البناء، أي الكلمات مبنية في اللغة العربية، وهذه، لكن البناء له علامات معينة تظهر على أواخر الكلمات. إذن العلامة الأولى هي الفتح. فلو قلنا كتب، كتب أول شيء فعل ماضي، وكما قلنا الفعل الماضي مبني، ولكن ما هي العلامة الموجودة على آخر الفعل؟ لو نظرنا إلى كتب اللي هي آخرها حرف الباء، موجود عليها فتحة. إذن فعل ماضي مبني، علامة البناء الفتح. ف
فعل ماضي مبني على الفتح. كذلك أين اسم استفهام مبني على الفتح. كيف نفس الإشي. لعبا فعل ماضي مبني على الفتح لأنه الفتح موجود على الباء والباء هو الحرف الأخير في الفعل. إذن العلامة الأولى هي الفتح. العلامة الثانية الضم. عندما نقول ذهبوا حرف الباء عليه ضمة وذهبوا فعل ماضي وكما قلنا الفعل الماضي فعل مبني يصبح لدينا ذهبوا فعل ماضي مبني على إيش؟ ما هي علامة البناء؟ مبني على الضم. حيث مثلا اسم مبني على الضم. الآن العلامة الثالثة الكسر. فلو قلنا هؤلاء كلمة هؤلاء تحافظ دائما على الكسرة هي اسم إشارة وكما قلنا أسماء الإشارة أسماء مبنية. علامة البناء هنا الكسر. لو قلنا مثلا لي اللي هي حرف جر أو بي حرف جر أيضا لأنها من حروف المعاني فهي مبنية دائما والعلامة هنا هي الكسرة. العلامة الرابعة من علامات البناء هي السكون مثل هل من اذهب كتبنا. يعني هل مثلا حرف استفهام ما علامة مبني علامة البناء السكون الموجودة على آخر الحرف. من نفس الإشي. اذهب فعل أمر مبني لأنه فعل أمر إذن هو دائما مبني على إيش مبني. ما هي علامة البناء السكون الموجودة في آخر الفعل. كذلك كتبنا فعل ماضي مبني على إيش مبني على السكون لأنه السكون موجود على الباء. من علامات البناء الأخرى حذف النون وذلك من الأفعال الخمسة في حالة الأمر لأنه فعل الأمر ما دام فعل الأمر فعل مبني دائما حذف النون هو علامة بناء الفعل الأمر حينما تكون الأفعال الخمسة مثل اذهبا فعل أمر للمثنى اقرأوا فعل أمر للجمع المخاطبين اكتبي فعل أمر للمخاطبة. هنا نقول فعل أمر مبني علامة بنائه حذف النون. فعل أمر مبني وعلامة البناء حذف النون من اذهبا اقرأوا اكتبي. الحالة السادسة أو القسم السادس من علامات البناء هي حذف حرف العلة. الفعل معتل الآخر أيضا في حالة الأمر. كل فعل هو آخر حرف علة في الأمر يحذف حرف العلة ويصبح الفعل مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة. فلو قلنا مثلا أدعو من الفعل دعا ألف ممدودة دعا يدعو ولكن حين نأمر نقول أدعو. أين ذهبت الواو؟ الواو حذفت لأن الفعل معتل الآخر وفي حالة صيغة الأمر. أو ارمي بالماضي رمى ألف مقصورة رمى يرمي أصبحت ارمي حذفت الياء لأنه فعل أمر فحذفت الياء لأنه فعل معتل الآخر. وكذلك ارعى وهنالك علامات أخرى ندرسها أيضا في حينها من علامات البناء. تمرين. تعالوا نأخذ تمرين عن البناء ونحاول أن نحل التمرين. من خلال التمرين الهدف أن نتعرف أكثر على الكلمات المبنية وعلى علامات البناء. عندما نقول الكلمات المبنية يعني سبب بناء هاي الكلمة ليش مبنية؟ لأنها فعل ماضي لأنها حرف من حروف المعاني مثلا لأنه مثلا فعل مضارع متصل بنون النسوة وهكذا. نأخذ الجملة الأولى سافر الطلاب إلى الشمال. نريد أن نأخذ من هذه الجملة كلمة مبنية واحدة وقد يكون أكثر من كلمة ثم نذهب مباشرة إلى التمرين. هنا في هذا الجدول نحدد الكلمة المبنية ثم سبب البناء ثم علامة البناء. إذن الجملة الأولى كانت سافر الطلاب إلى الشمال. تعالوا نشوفوا الكلمة المبنية هي سافر. ليش مبني؟ لأنه فعل ماضي وكما قلنا من قبل الفعل الماضي دائما مبني. إذن سافر فعل ماضي لذلك هو مبني. طب علامة البناء هي الفتحة الموجودة على آخر الفعل على الراء. طيب نعود إلى التمرين مرة أخرى. عندنا يوجد أيضا إلى. ليش إلى كلمة مبنية؟ لأنها حرف جر وحرف الجر من حروف المعاني إذن هي أيضا مبنية. الجملة الثانية انهى عن أعمال الشر. يعني أنا بأمر إنسان معين بقول له انهى من نهى ينهى انهى عن أعمال الشر. تعالوا نشوف
أي كلمة نختارها من هذه الجملة على أنها مبنية؟ إنها. ليش مبنية إنها؟ قلنا في الماضي نهى، المضارع ينهى، في الأمر تصبح إنها، وما دامت فعل أمر فهي مبنية الكلمة. إذن سبب البناء أنه فعل أمر، وكما قلنا يجب أن نتذكر دائما فعل الماضي دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني. فإذا تعرفنا وفهمنا أقسام الكلمات المبنية طبعا سيسهل علينا كثير في عمليات الإعراب وفهم القواعد العربية بشغلها. إذن إنها فعل هو الكلمة المبنية لأنه فعل أمر. علامة البناء حذف حرف العلة، كما قلنا نهى ينهى، حذفت منه الألف في آخر الفعل لأنه فعل معتل الآخر. خلينا نعود إلى التمرين. هل سمعت الأخبار اليوم؟ أنا بسأل واحد هل سمعت الأخبار؟ تعالوا نشوف. هل هي الكلمة المبنية؟ لماذا؟ لأنه هل هي حرف استفهام، وحرف استفهام يعني حرف من حروف المعاني. علامة البناء الموجودة عليه السكون الظاهر في آخره. نعود إلى الوراء إلى التمرين. الجملة الرابعة، الطالبات المجتهدات يأخذن الأمور بجدية. تعالوا نشوف الكلمة. الجملة الرابعة قلنا يأخذن، ليش مبني؟ لأنه فعل مضارع، ولكنه إيش؟ فعل مضارع متصل بنون النسوة، يأخذن نساء. علامة البناء السكون الموجود على حرف الذ. تعالوا نعود إلى التمرين، نأخذ الجملة الخامسة، احترم من هو أكبر منك سنا. لو نظرنا إلى الكلمة المبنية في هذا التمرين نختار كلمة من، لأنه من هان اسم موصول بمعنى الذي، احترم الذي هو أكبر منك سنا. طب ليش من كلمة مبنية؟ لأنها اسم موصول، كما قلنا من قبل الأسماء الموصولة كلها مبنية. علامة البناء الموجودة على من هي السكون. الجملة السادسة، اهتموا بدروسكم أيها الطلاب. ننظر إلى الكلمة المبنية، اهتموا. ليش اهتموا مبني؟ لأنه فعل أمر كما قلنا من قبل، ولكن إيش علامة البناء؟ حذف النون، لأنه في المضارع هي تهتمون، أصبحت اهتموا. إذن فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون. الجملة الأخيرة في التمرين، المواطنون التزموا بتعليمات وزارة الصحة. نذهب إلى الحال، الجملة الأخيرة. إذن التزموا هنا هي الكلمة المبنية. ليش مبنية؟ لأنه فعل ماض، فعل ماضي دائما مبني، ولكن ما علامة البناء؟ ننظر إلى حرف الميم، لأنه الفعل أصله التزم. إيش موجود على الميم؟ ضمة. إذن فعل ماضي مبني وعلامة بنائه حرف الضم. سنخرج الآن إن شاء الله إلى استراحة قصيرة ثم نعود بعد ذلك.
أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء من جديد بعد الاستراحة. إن شاء الله بتمنى أنه تريحتوا شوي، شربتوا ماي، جهزتوا حالكم. في القسم الأول تحدثنا عن البناء، كما قلنا تعرفنا على الكلمات المبنية وحركات البناء. الآن القسم الثاني من الدرس هو عن الإعراب، كما قلنا درسنا هو عن البناء والإعراب، تحدثنا عن البناء، الآن سنتناول الإعراب في تكملة الحصة. إذن ما هو الإعراب؟ هو تغيير أواخر الكلمات بالحركات أو بالحروف أو بالحذف، وذلك بحسب تغير وظيفتها في الجملة، سواء كانت الحركات ظاهرة أو مقدرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ قلنا البناء هو الثبات في أواخر الكلمات، الإعراب عكس، هو تغيير أواخر الكلمات. البناء ثبات في أواخر الكلمات، الإعراب هو التغيير، ولكن هذا التغيير له عدة أشكال. قد يكون تغيير من خلال الحركات، وهذه الحركات قد تكون ظاهرة على آخر الكلمة أو مقدرة على آخر الكلمة. ثم عندنا التغيير من خلال الحروف أو بالحذف، إذن وذلك بحسب تغير الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة. فعندما تتغير الوظيفة النحوية تتغير الحركة الموجودة على آخر الكلمة، هذا هو الإعراب. مثلا فلو قلنا التغيير بالحركات، مثلا نجح الطالب في الجملة الأولى، في الجملة الثانية شكرت الطالبة، في الجملة الثالثة أثنيت على الطالب. لو نظرنا إلى كلمة الطالب في الجمل الثلاث، في الجملة الأولى هي بالضمة الطالب، في الجملة الثانية بالفتحة الطالبة، في الجملة الثالثة الطالب بالكسرة. طيب يعني من ضمة أصبحت فتحة ثم أصبحت كسرة، إذن عندنا تغيير بالحركات. ولكن ما هو سبب التغيير؟ أن وظيفة الكلمة في الجملة تغيرت. ففي الجملة الأولى كلمة الطالب فاعل مرفوع، في الجملة الثانية تغيرت أصبحت مفعول به منصوب، في الجملة الثالثة تغيرت وأصبحت اسم مجرور. فبناء على تغير وظيفتها في الجملة تغيرت الحركة الموجودة على آخر الكلمة. هناك أيضا حركات كما قلنا مقدرة، في كلمة الطالب كانت الحركات ظاهرة، ولكن هناك كلمات في اللغة العربية تكون عليها الحركات مقدرة. فلو قلنا مثلا حكم القاضي بالعدل، كلمة القاضي لا نرى على حرف الياء آخر الكلمة أي حركة، لأن حرف الياء، لأن كلمة القاضي هنا فاعل، والفاعل هان بالضمة، ولكن الضمة لا تظهر على الياء، لا يمكن أن نقول حكم القاضي لأنه ثقيلة، فتظل القاضي ونقول ضمة مقدرة على الياء. الجملة الثانية شكرت موسى، كلمة موسى هان مفعول به ويجب أن تظهر عليه أو تكون عليه الفتحة، ولكن لأنه موجود عندنا حرف الألف، حركة الفتحة هان لا تظهر على حرف الألف، فنقول الفتحة المقدرة على آخره. الجملة الثالثة يرجو المؤمن ربه، الفعل يرجو ينتهي بالواو، وهنا يجب أن يكون عليه ضمة، ولكن الضمة لا تظهر على الواو، لا يمكن أن أقول يرجو. إذن فعل مضارع مرفوع، نعم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على حرف الواو اللي على آخر الفعل. طبعا حرف الألف في آخر الكلمة تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة، يعني حرف الألف آخر الكلمة لا يمكن أن تظهر عليه أي حركة من الحركات الثلاث، لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، فتكون مقدرة بسبب التعذر، يتعذر ظهور هذه الحركات أو لفظ هذه الحركات على الألف. ولكن الواو والياء لا تظهر عليها، تقدر عليها الضمة والكسرة، نقول بسبب الثقل، أما الفتحة فتظهر على الواو وعلى الياء، وسنرى ذلك فيما بعد. الآن القسم الثاني، في البداية تحدثنا عن التغيير بالحركات، الآن في الإعراب التغيير بالحروف. كيف يعني بالحروف؟ فلو قلنا أبوك رجل كريم، ونظرنا إلى كلمة أبوك نجد أن الواو موجودة، أبو الواو، في الجملة الثانية لا تغضب أباك، الواو تحولت إلى ألف، أبا أباك، في الجملة الثالثة أصبحت تعلم من أبيك، تحولت إلى ياء. في الجملة الأولى كلمة أبو كانت بالواو، في الجملة الثانية أصبحت بالألف،
الجملة الثالثة أصبحت بالياء، يعني في عندنا تغيير بالحروف من الواو إلى الألف إلى الياء. ولكن لماذا هذا التغيير؟ لأن الوظيفة النحوية للكلمة تغيرت. ففي الجملة الأولى كلمة أبو أو أبوك كان إعرابها أو وظيفتها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وما دامت كلمة أبوك في الجملة الأولى مبتدأ مرفوع إذن يجب أن يكون بالواو، علامة رفعه الواو. في الجملة الثانية أصبحت كلمة أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة ترفع، علامة الرفع فيها الواو، علامة النصب فيها الألف، عندنا تغيير بالحروف. الجملة الثالثة تعلم من أبيك أصبحت الياء، ليش؟ لأن كلمة أبيك هن مجرورة بحرف من وعلامة الجر الياء. إذن عندنا التغيير بالحروف من واو إلى ألف إلى ياء لأنه عندنا الأسماء الخمسة. وما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبو أخو حمو فو ذو، التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أيضا تغيير آخر بالحروف، فاز اللاعبون في المباراة، اللي ننظر إلى كلمة اللاعبون موجودة بالواو، اللاعبون. الجملة الثانية شكر المدرب اللاعبين، من واو أصبحت ياء، اللاعبون اللاعبين. الجملة الثالثة افتخر الجمهور باللاعبين، أيضا بالياء. إذن في الجملة الأولى واو، في الجملة الثانية ياء، في الجملة الثالثة ياء، لأن تغيير بالحروف. لماذا هذا التغيير؟ لننظر إلى كلمة اللاعبون كيف تغيرت وظيفتها في الجملة. في الجملة الأولى كلمة اللاعبون وظيفتها فاعل، لأنه من هو الذي فاز؟ اللاعبون، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو. ليش الواو؟ لأنه كلمة اللاعبون جمع مذكر سالم. إذن في عندي هان قاعدة، جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، اللاعبون. الجملة الثانية تحولت إلى اللاعبين، لماذا تحولت إلى اللاعبين؟ لننظر إلى ماذا حصل في 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 الوظيفة النحوية لكلمة اللاعبين. شكر المدرب اللاعبين، اللاعبين أصبحت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم ينصب بالياء، يرفع بالواو كما في الجملة الأولى، ينصب بالياء كما في الجملة الثانية. الجملة الثالثة افتخر الجمهور باللاعبين، كلمة اللاعبين في الجملة الثالثة سبقها حرف الباء وهو حرف جر يجر الكلمة التي بعدها، ولكن أيضا بالياء. إذن اللاعبين في الجملة الثالثة اسم مجرور بالباء بمعنى اللي جر حرف الباء، ولكن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن القاعدة الموجودة عندنا تحت بالأحمر، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم هو كل اسم يضاف إليه واو ونون أو ياء ونون، بحيث الاسم الأصلي يبقى سالم، من مفرد يتحول إلى جمع بالمذكر ويبقى سالم، يعني حروفه الأصلية تبقى كما هو، مثل كلمة معلم نضيف تصبح معلمون أو معلمين، كلمة معلم تبقى سالمة فقط نضيف الواو والنون أو الياء والنون. ننظر إلى أمثلة أخرى في التغيير بالحروف، التقى الصديقان في السوق، استقبل المدير الصديقين في مكتبه، أثنيت على الصديقين. في الجملة الأولى لو نظرنا إلى كلمة الصديقان وظيفتها النحوية فاعل لأنهم اللي التقوا، الصديقان إذن فاعل مرفوع، طيب وعلامة رفعه الألف، ليش الألف؟ لأنه مثنى، شوفوا صديق واحد اثنين مثنى يعني تصبح صديقان، في عندنا الألف أضفنا الألف، إذن هذه تسمى ألف المثنى، والمثنى علامة رفعه حين يكون مرفوع، حين يكون مرفوع تكون يأخذ الألف كعلامة رفع. إذن التقى الصديقان، الصديقان فاعل والفاعل مرفوع، وما علامة الرفع هنا؟ الألف. ليش الألف؟ لأنه مثنى. الجملة الثانية استقبل المدير الصديقين في مكتبه، كلمة الصديقان في الجملة الأولى في الثانية أصبحت صديقين، ليش صديقين؟ تعالوا ننظر إلى التغيير الذي حصل في إعراب الكلمة أو في وظيفتها النحوية. الصديقين
الجملة الثانية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ليش؟ لأنه مثنى. إذن من مرفوع أصبح منصوب والألف تحولت إلى ياء. إذن في حالة الرفع المثنى يرفع بالألف، ولكن في النصب علامة نصب المثنى هي الياء. لذلك قلنا صديقين، صديقين بدل صديقان. الجملة الثالثة أثنيت على الصديقين. كلمة الصديقين في الجملة الثالثة سبقت بحرف الجر اللي هو على، إذن هي اسم مجرور، ولكن ما علامة الجر؟ الياء، أيضا الياء كما في النصب لأنه مثنى. إذن في الجملة الأولى مرفوع علامة رفع الألف، الجملة الثانية منصوب علامة نصبه الياء، الجملة الثالثة مجرور وعلامة جره الياء. القاعدة إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا رأيت أي مثنى في حالة الرفع علامة رفعه الألف، في حالة النصب علامة نصبه الياء، وفي حالة الجر علامة جره أيضا الياء. ويجب أن ننتبه إلى أن حرف النون دائما مكسور، يأخذ الكسرة. صديقاني، صديقيني، أيضا صديقيني. التغيير الأخير هو التغيير بالحذف كما قلنا في البداية، التغيير بالحركات الإعراب، 2 التغيير بالحروف، الآن 3 التغيير بالحذف. تعالوا نرى يعني كيف التغيير بالحذف. لو أخذنا الجملة الأولى مثلا، لا تدعو مع الله إلها آخر، ونظرنا إلى الفعل تدعو، هذا فعل مضارع مجزوم لأنه سبقته لا الناهية، ولكن ما علامة الجزم؟ حذف منه حرف العلة. هذا الفعل في الماضي دعا، يدعو في واو في آخره، فعل معتل. بدل ما نقول لا تدعو بالواو مع الله إلها آخر، حذفت الواو لأنه الفعل أصبح في حالة جزم لأنه سبقته لا الناهية، ولكن ما علامة الجزم؟ حذف حرف الواو فيصبح فعل مضارع مجزوم. يعني التغيير هان في حذف، حذفنا من أصل الفعل، حذفنا الواو اللي هي لام الفعل. الجملة الثانية المتسابق لم يرضى بالنتيجة، الفعل رضي يرضى، ولكن هان أصبحت يرضى. أين ذهبت الألف؟ حذفت الألف لأنه الفعل موجود في حالة جزم لأنه سبق حرف لم الجازم. إذن يرضى فعل مضارع مجزوم بلم، لم الذي جزمه أو جزمته، ولكن علامة الجزم حذف حرف العلة من الفعل، رضي يرضى يرضى، فنقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هذا التغيير بالحذف، حذفنا من حروف الفعل الأصلي. الجملة الثالثة لا تلقي بنفسك في المهالك. أنا بأمر بنها إنسان معين بقول له لا تلقي نفسك في المهالك. لو نظرنا الفعل تلقي المضارع ألقى، يلقي في ياء موجودة في آخر الفعل في المضارع، أنا عندما أصبح المضارع في حالة جزم حذف منه الياء اللي موجودة في آخر الفعل اللي هي حذف حرف العلة. إذن التغيير بالحذف بشكل عام يكون من خلال حذف حروف العلة. إذن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية هي اللي جزمته، ولكن علامة الجزم حذف حرف العلة. الآن هذا حكينا عن الإعراب الأول، البناء. في البناء حددنا الكلمات المبنية. طب الكلمات المعربة كيف نحددها؟ إذن القاعدة، وغالبا كل كلمة لم ترد ضمن الكلمات اللي ذكرناها في البناء هي من الكلمات المعربة. يعني نأخذ كل الكلمات اللي ذكرناها في البناء، كل شيء مش موجود هناك هي كلمات معربة. تلخيص، تعالوا نلخص البناء والإعراب. هذا التلخيص كالتالي: الكلمة التي لا يتغير حال آخرها بتغير وظيفتها النحوية تكون مبنية. كل كلمة تبقى تحافظ على آخرها مع أن وظيفتها النحوية تغيرت اسمها كلمة مبنية. أما الكلمة التي يتغير حال آخرها، والتغير هذا قد يكون كما رأينا من قبل إما بالحركات أو بالحروف أو بالحذف، هذه الكلمة التي يتغير حال آخرها بتغير وظيفتها النحوية تكون كلمة معربة. إذن البناء هو الثبات في أواخر الكلمات اللي تسمى كلمات مبنية، والإعراب هو التغيير في أواخر الكلمات تسمى كلمات مبنية. طيب لماذا يحصل التغيير؟
لأن وظيفة الكلمة في الجملة تتغير، والتغيير يكون بحسب التغير الذي يحصل في الوظيفة. تعالوا نرى تمرين عن الإعراب. التمرين يقول كالتالي: استخرج 7 كلمات معربة من الجمل التالية وبين علامات إعرابها. عندي 5 جمل، بدي أختار من ال5 جمل 7 كلمات. الجملة الأولى تقول: النجاح نصيب كل مجتهد، ومرة أخرى قد يكون أكثر من كلمة أو كلمتين في نفس الجملة. إذن الجملة الأولى: النجاح نصيب كل مجتهد. تعال نشوف الحل. بدنا نحدد الكلمة المعربة مع علامة الإعراب. في الجملة الأولى: النجاح نصيب كل مجتهد، الكلمة المعربة هي النجاح، علامة الإعراب الضم الموجودة على آخر الكلمة، النجاح. الجملة الثانية: أحب طلوع الشمس في الصباح. تعالوا نشوف أي كلمة هنا ممكن نختار كلمة معربة من خلال الكلمات الموجودة في الجملة، وقد تكون أكثر من كلمة، ونحدد علامة الإعراب الموجودة على هذه الكلمة. إذن أحب طلوع الشمس في الصباح، الجملة الثانية، كلمة طلوع، علامة الإعراب الموجودة هناك الفتحة الظاهرة الموجودة على آخر الكلمة. الجملة الثالثة: لم ينتهي الوقت بعد. نذهب إلى الحل ونرى في الجملة الثالثة كلمة، أن أيضا في الجملة الثانية كلمة الصباح. لو نظرنا مرة أخرى إلى الجملة الثانية: أحب طلوع الشمس في الصباح، اخترنا كلمة طلوع لأنها معربة، وأيضا كلمة صباح لأنها معربة، ولكن العلامة في طلوع الفتحة، وفي الصباح الكسرة لأنه اسم مجرور. لننظر معا: الصباحي، الكسرة الظاهرة. تعالوا نرى الجملة الثالثة: لم ينتهي الوقت بعد. نرى أي كلمات هنا معربة وما هي علامة الإعراب. ينتهي، ينتهي من انتهى ينتهي، الآن ينتهي، لم ينتهي، يعني قد نتخيل أن الجملة لم ينتهي، ولكن حذفت الياء من الفعل ينتهي لأن الفعل مجزوم سبق حرف لم، لم ينتهي. وعلامة الإعراب هنا حذف حرف العلة، بمعنى التغيير أصبح من خلال حذف الحروف. الجملة التي بعدها مثلا: التقيت أخاك في الاحتفال. ننظر، نأخذ أي كلمة هنا معربة. أخاك، التقيت أخاك، كلمة أخ كما قلنا أو أخو مهم من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. هنا علامة الإعراب الألف لأنه منصوب، التقيت أخاك، التقيت أخاك، الكلمة المعربة هي أخاك، علامة الإعراب هي الألف. نأخذ بعدها: المعلمون يخرجون الأجيال. تعالوا نرى الكلمات معربة هنا في هذه الجملة. المعلمون، المعلمون كما قلت جمع مذكر سالم، وكما رأينا من قبل جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب بالياء ويجر بالياء. إذن ما هي علامة الإعراب هنا؟ الواو، المعلمون، علامة الإعراب الواو. والكلمة الأخيرة من نفس الجملة: المعلمون يخرجون الأجيال. ننظر إلى كلمة أخرى: يخرجون، كلمة يخرجون هنا فعل مضارع ولكن موجود في آخره حرف نون، ثبوت النون. إذن لو نظرنا إلى الكلمات لرأينا في العلامات الإعراب في عنا الضمة الظاهرة، في عنا الفتحة الظاهرة، في عنا الكسرة الظاهرة، هذا تغيير من خلال الحركات، في عنا حذف حرف العلة بدل ينتهي أصبح ينتهي، إذن في عنا تغيير بالحذف، في عنا بعدها أخاك، في عنا بعدها المعلمون، في عنا ألف، في عنا واو، إذن تغيير بالحروف، في عنا ثبوت النون برضو تغيير بالحروف. هنا إن شاء الله نأتي إلى نهاية الدرس الأول، نأخذ استراحة ونكمل في الدرس الثاني إن شاء الله.